السلام عليكم. اليوم نعود إلى منطقة أرديس لنقف على الأشغال تاع التهيئة الخارجية من جهة واد الحراش، وهنا رانا في الجهة المقابلة نتاع المنطقة الجديدة هذه اللي راهي قيد التهيئة. هنا سنحاول دخول المنطقة هذه نشوف وش فيها. إذن هنا الأشغال ما زالها متواصلة، وفيه المنطقة الجديدة اللي ما صورناهاش من قبل. يعني الملفت للانتباه والمؤسف في آن واحد هو غياب تشجير، مشكل كبير، وكذلك كثرة المساحات المبلطة على حساب المساحة الخضراء. هي في الحقيقة في هذا النوع من الـ يعني التهيئات فيه دي نورم، فيه مقاييس عالمية في نسبة الإخضرار مقارنة بالنسبة، يعني المساحة نتاع الخضراء يكون فيه نسبة معينة مقارنة بالمساحة الكاملة نتاع التهيئة. فيه مقاييس على المستوى الدولي للمساحات الخضراء هذه لازم مراعاة نتاعها، وفيه كذلك هنا تهيئة هي أفقية، لازم يكون فيه تهيئة عمودية، تكون فيه تضاريس، خلق تضاريس، خلق مدرجات، خلق نصب تذكارية، يعني دي ستال دي ستاتيو، فيها تاع في أمور يعني التهيئة تكون عامودية كذلك، لازم نطرقوا لها وناخذوها بعين الاعتبار، ما تبقاش يعني المسطح كما هكا، لازم تكون فيه إذا التهيئة عامودية في بعض الأماكن لخلق يعني التنوع. إذا هذه التهيئة، ولاحظ أنه فيه الأعمدة الكهربائية وضعت، لكن مقارنة بالأسبوع الماضي أو يعني المرات اللي فاتت يعني ما فيش تغيير كبير، ما فيش من ناحية الإبداعية، من ناحية الـ يعني النماذج الموظفة ما كانش تحسين كبير. اللهم هذه المربعات هذه، كان المربعات الكبيرة هذه تعطي أفضل يعني منظر للمكان. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول التهيئة نتاع الساحل على مستوى الجامعة الجزائر، هذه المنطقة المقابلة لجامعة الجزائر. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.
الضعف.